ماذا أفعل عندما تضيق نفسي وأشعر أن الدنيا قد ضاقت علي؟ أعمل إيه؟ بتعملي كذا حاجة. أول حاجة تغليب عن عقلية الأمل ونفسية الأمل. هتقولي لي أصل أنت مش عارف أنا فيا إيه؟ هي طريقة تفكير. كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا صعوبات وكلنا الدنيا صعبة علينا، مش أنت بس يا آية، الحياة كده، الحياة صعبة مش سهلة. إنما في فرق بين بني آدم والتاني اللي عمال يركز على نفسية وعقلية التشاؤم والاكتئاب والحزن والمعاناة والمظلومية واليأس، وبين نفسية اللي بيغلب الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله. حسن الظن بالله نعمة ربنا بيديهالنا علشان نجدد الأمل في أنفسنا. حسني ظنك بالله، ده واحد. نمرة اتنين، العمل. يعني ايه العمل؟ ما هو مش نفسيه حلوه وانت حاطه ايدك على خدك وما بتعمليش حاجه. طب اعمل ايه علشان احسن؟ اعمل ايه؟ افتح بدائل ايه جديده؟ فنفسيه التفاؤل والتوكل على الله وحسن الظن بالله بتريحك شويه. ليه؟ عشان يبدا العقل يدور على البدائل. والله دي منهجيه التفكير. اول حاجه نفسيه هاديه، اصل طول ما انت مضغوطه مش هتعرفي تطلعي بدائل، عقلك مش هيعرف يجيب. فاول حاجه اهدى، توكل على الله، استسلم لله، ارضى عن قدر الله، عيش ان انا معاك يا رب. كل دي نفسيه تفاؤل تؤدي الى ايه؟ طب ايه البدائل بقى اللي نبدا نشتغل فيها بدل الهم اللي انا فيه؟ دي نمره اتنين. الحاجه الثالثه الذكر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. إيه ربنا بيقول على سيدنا يونس؟ فنجيناه من الغم. لما قالها فنجيناه من الغم، هتقولي لي بس دي لسيدنا يونس، أم بقيت الآية تقول وكذلك ننجي المؤمنين؟ لكل مؤمن يقولها بإحساس بس ما يقولهاش بس مع الاثنين التانيين. ثلاث حاجات يا آية أنا بنصحك وكل حد عنده غم وهم في حياته يعملهم. أول حاجة نفسية حسن الظن بالله والأمل والتفاؤل. اثنين، البحث عن بدائل في الحياة نتحرك فيها. ثلاثة، الإكثار من ذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شكرا يا آية، والسلام عليكم ورحمة الله.